الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، في اللقاء السادس عشر من دروس التجويد نتكلم على أحكام الميم الساكنة، وسبق أن تحدثنا عن أحكام المثلين الصغير وكذلك الإخفاء الشفوي، واليوم نتكلم على الحكم الثالث فيها وهو الإظهار الشفوي. فما هو الإظهار؟ الإظهار في اللغة هو البيان والوضوح، يظهر شيء كان مخفيا يظهره، يبينه ويوضحه، البيان والوضوح. في اصطلاح علماء التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه، إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في غنة، من غير زيادة في الغنة، من غير زيادة في غنة الحرف المظهر اللي هو الميم، حرف الميم. نحن نتحدث على حرف الميم، نخرج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في غنة الحرف المظهر اللي هو الميم. طب حروفه ايه؟ هنشيل الحرف الاولاني ادغام المثلين اللي هو الميم مع الميم، ميم ساكنة وراها ميم متحركة، والميم الساكنة التي وراها باء الحكم الايه؟ الحكم الثاني اللي هو الإخفاء الشفوي. طيب أمثلته من القرآن الكريم كثيرة جدا، في من أول ما نقرأ من القرآن الكريم صراط الذين أنعمت عليهم غيري، أنعمت عليهم عليهم غير، لاحظوا ما بقولش أنعمت عليهم، لا ما ينفعش، هذا خطأ. طيب مثلهم في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم، بنورهم وتركهم. لاحظوا إن كثير من الناس بيخطئوا في الحرفين دول الواو والفاء، واحذر لدى ميم وفاء أن تختفي. يقول بنورهم وتركهم في، لا لا لا، بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إخفاء الشفوي، بالمؤمنين رؤوف رحيم. غير عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أمور مهمة جدا لابد أن احنا نراعيها، الإظهار في الميم وكذلك في الحرف الثاني، لا غن في الميم، لا نغن في الميم. لعلكم تتقون، تتقون، لعلكم تتقون، مش لعلكم، لا لعلكم تتقون. المبالغة في الإظهار قلنا لدى حرفي الواو والفاء حتى لا تضغم الميم في الواو أو تخفي الميم في الفاء. عليهم ولض، عليهم ولض، عليهم ولض، مش عليهم ولا، عليهم ولا الضالين. عند ربهم ربهم ومغفرة، عند ربهم ومغفرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لابد أن نعي هذه الأمور عند التطبيق في قراءتنا. طب لماذا سمي إظهارا؟ لإظهار الميم الساكنة
عند أحرف الإظهار الشفوي. هو سمي شفويا ليه؟ لخروج الميم المظهرة من الشفتين. طيب هل يأتي الإظهار الشفوي في كلمة؟ ولا لا يجب أن يكون في كلمتين؟ في الاثنين ينفع. في كلمة صراط الذين أنعمت، أنعمت عليهم، هذه كلمة واحدة، وفي كلمتين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بيراعى بقى تأكيد الإظهار كما قلنا مرة ثانية مع الميم والفاء لتقارب المخرج، والميم والواو للاتحاد في المخرج، ميم 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 واو اتحاد المخرج، ميم فاء ميم فاء، واحد من الداخل واحد من الخارج، تقارب المخرج. طيب الشاهد من الجزرية ايه؟ والميم قال ايه؟ وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.